استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح اليوم خريجتين من معهد الشرطة النسائية الدفعة 12 ضباط اختصاص للعام 2021-2022 وذلك لأداء القسم أمامه. نعم، وحث النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الخريجتين على البر في قسمهما وتطبيق القانون على الجميع والانخراط في العمل الأمني لاكتساب المهارات والخبرات على نحو يدعم الحفاظ على سلامة المواطنين. استقبل معالي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح في مبنى النواف الأحمد مقر وزارة الداخلية اليوم الخميس 20 من شهر أكتوبر لعام 2022 وبحضور وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور عبد اللطيف البرجس ووكيل وزارة الداخلية المساعد لقطاع التعليم والتدريب اللواء بدر البالول والقيادات الأمنية في قطاع التعليم والتدريب خريجتين من معهد الشرطة النسائية للدفعة 12 لضباط الاختصاص لعام 2021-2022 وذلك لأداء القسم أمام معاليه. قرر مادة 1 تعين كل من الآتي أسماءهما خريجات معهد الشرطة النسائية التابع لأكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية للعام الدراسي 2021-2022 الدفعة 12 الحاصلين على دبلوم في علوم الشرطة من الطالبات ضباط الاختصاص بقوة الشرطة برتبة ملازم. أقسم بالله العظيم أن أكون وفيا لدولة الكويت أمينا على حقوقها مخلصا لأميرها المفدى مطيعا لجميع الأوامر الحقة الله سبحانه وتعالى في علاه ثم قسمكم ثم أهل الكويت هذول تحطوهم بعيوب معيار هذا الحدد عند الشخص المعني الضابط أو الفرد اللي راح يكون في الميدان ما حد راح يشوفك إلا الله سبحانه وتعالى فخلي قسمك بينكم رب العالمين في تنفيذ القانون وتطبيقه مع النظر الإنسانية مع الاهتمام بأهل بلدكم أهل ديرتكم هذا الأساس اللي وجودنا كلنا هني بعد الله سبحانه وتعالى ثم خدمتهم هذا شرف لي أنا كوزير داخلية أتمنى ان تعملون هذا الحديث اللي قاعد اتكلم معاكم من القلب للقلب اهلكم ترى هم الاساس ان احنا كلنا نتشرف ان نخدمهم